الله يرحمه الله يرحمه، هذا الفنان العظيم الحقيقة ولا مرة ما نجحش في إضحاك أي حد يسمع له جملة أو يشوفه حتى ولو بعد وفاته. يعني خليك بس شايف كده، لأنه حتى وانت قاعد عمال دلوقتي بتتفرج على الفيلر اللي احنا كنا عاملينه عن العظيم الراحل سمير غانم، هتلاقي نفسك انت قاعد طول الوقت عمال بتضحك. وأنا أجزم طبعا أنه يمكن 99.9 من الحاجات اللي بتضحكك دي، لو صح تعبير كلمة إفيهات سمير غانم الله يرحمه، دي بتاعته هو، دي مش مكتوبة في السيناريو، دي بتاعته هو. لأنه أسعدني الحظ الحقيقة أن أنا قابلته مرتين أو ثلاثة، منهم مرة كان لقاء كامل يعني، ومرتين تانيين قابلته كده على يعني هوامش لقاءات واجتماعات جاية لحد من الزملاء كلام من ده. فأولا أنا ما حسيتش على الإطلاق، ده انطباعي أنا، أن شخصيته مختلفة بأي شكل من الأشكال عن اللي احنا بنشوفه قدامنا على الشاشة، في خفة الظل، في الاسترسال، في التواضع، في اللطف، في المحبة الغامرة اللي طول الوقت بيضفيها على كل اللي حواليه، وراجل حبوب الله يرحمه فعلا بالمعنى المصري كده. عارف احنا نقول عندنا ايه، ده فلان ده حبوب، هو كان راجل حبوب فعلا يعني، فالله يرحمه. النهاردة بالمناسبة هي مش ذكرى رحيل أستاذ سمير غانم بس، هي ذكرى رحيل أستاذ سمير غانم والأستاذ سمير صبري، الاتنين في نفس اليوم، مش في نفس العام، ولكن في نفس اليوم 20 مايو، الذكرى الثانية لسمير غانم والأولى لسمير صبري. بالمناسبة سمير غانم تقدر تقول عمل تقريبا حوالي 150 فيلم و70 مسلسل، طبعا ده بجانب الفوازير بجانب المسرحيات. سمير صبري الله يرحمه كان حالة مختلفة بالمناسبة جوه الجيل بتاعه، لأنه كان عنده التعدد بتاع المواهب، يعني هو بيمثل وهو بيغني غنى، تابلوهات غنائية. سمير غانم كان بيعمل السكتشات الغنائية اللي دمها خفيف الحلوة إلى آخره. فأنت بتتكلم على أنه اتنين الحقيقة ذكراهم يوم 20 مايو من كل سنة كانوا مهمين جدا بالنسبة لنا. وسمير صبري يمكن الحق يتقال مع حفظ اللقب طبعا والتقدير الله يرحمه يا رب والاحترام، أنا قابلته مرتين، منهم مرة في المكتب يعني او في مكتبي يعني وقت ما كنت مدير لواحده من الاذاعات الكبرى والشهيره، وفي مره تانية في دار الاوبرا المصريه. والمرتين كنت مبسوط بجلسه اقلهم كانت تقريبا ساعه من الحديث. وهنا انت قاعد بتتكلم مع رجل مسترسل جدا في الكلام، منظم جدا في كلامه، مهذب الى ابعد الحدود، مجامل الى ابعد الحدود، لطيف جدا 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 جدا، متواضع جدا جدا جدا، متشعب في حديثه فيشمل الكثير من الافاق والموضوعات بجاذبية مذهلة. استاذ سمير صبري جاذبية مذهلة في الحديث، وحكاء بارع، وكان منظم لانه حكى لي على حياته. يعني كان يقعد يحكي لي فبيقول لي بيصحى، قعد حكى لي بيصحى الساعه كام وبياكل ايه وبينام الساعه كام وبيشتغل الساعه كام ونمط حياته ماشي ازاي، فبقيت قاعد مبهور ايه كل النظام ده. طيب خلينا ناخد معانا على التليفون المخرج الكبير استاذ محمد تركي، وكان الصديق المقرب للنجم الراحل سمير صبري، واشتغل معاه في برنامجه الإذاعي ذكرياتي. أهلا بيك يا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف، وأهلا بكل المشاهدين اللي متابعين، وبشكر حضرتك على المقدمة الجميلة سواء اللي قلتها على الأستاذ سمير غانم أو على الأستاذ سمير صبري. وحابب أعبر عن سعادتي لاحتفاء قناة مصرية من قلب مسبيرو بسمير صبري، كان غالي عليا قوي هذا يعني الاحتفاء بسمير صبري من قلب مسبيرو. الله يرحمهم جميعا يا رب. وبعدين اصل دي القناه الاولى يعني بتاعه كل المصريين، ده استوديو 10 اللي الراحلين العظيمين
ياما نوروه وشرفوه واشتغلوا جواه، ومن خلال ادائهم داخل هذا الاستوديو اللي انا متشرف ان انا بطلع منه يوميا قدموا لنا كثير بالعشرات من الروائع اللي امتعت الشعب العربي بالكامل. يعني حقيقي واكيد ما يخفاش عن الساده المشاهدين ان الاستاذ سمير صبري لحد ليله وفاته كان بيسجل حلقات برنامجه. يعني هذا الرجل بعيدا عن الكلام الكتير الحلو اللي ممكن تسمعه من اصدقاء واللي حضرتك قلته واللي من تسمعه من القريبين منه او الناس اللي ساعدهم او سمير صبري اللي بيعمل الخير، لا انا عايز الفت النظر لجزئيه ثانيه. سمير صبري الاعلامي من الطراز الاول اللي قعد 8 سنين يشتغل ما وقعتش منه حلقه، اللي كان مصاب بالكانسر وبيعمل بدل الحلقه 2 عشان لو غاب بسبب الكيمو او بسبب الاشعاعي تبقى الحلقات موجوده. سمير صبري اللي توفى وهو لسه في 4 حلقات ما زعهمش بعد ما توفى، فلما يعني ايام مرضه كان بيعمل حساب لشغله انه بيشتغل الضعف يا استاذ يوسف، بحيث ان الايام اللي يتعب فيها تبقى حلقاته موجوده. ضرب مثل من الالتزام والمهنيه، يمكن ربنا قدره ماديا ان هو يرد الجميل لمسبيرو، وانا عايز اقول واشهد ان كل هذه السنوات الطويله من برنامج ذكرياتي على الاذاعه المصريه لم يتقاضى فيها سمير صبري جنيه واحد، بل يمكن كان بيصرف من جيبه، ولكن بكل حب وكان دايما يشكر مسبيرو في كل حلقه يقول مسبيرو اللي صنعني، مسبيرو اللي صنعني، وكان دائما الاعتراف يعني بالفضل لمسبيرو، وظل مسبيرو هو نافذته حتى آخر يوم في حياته. الله يرحمه كان مثال في المهنية والالتزام في هذا التاريخ والمشوار. لم يخترق خصوصية ضيف، لم يتحدث في نقطة ضعف، لم يبحث وراء طبق صحفي وراءه خبر غير صحيح أو خبر يؤذي الضيف، يحترم ضيفه إلى أبعد الحدود ويترك له المسافة ويقدر ضيفه وإن كان صديق من أصدقائه اللي ممكن يهزر معاهم، لكن ساعة الحلقة يا أستاذ فلان والاحترام يعني كان يعني اعلامي من الطراز الاول. يعني نفسي كمان حضرتك تلفت او تلقي الضوء على هذا، بالاضافه لانه منتج وفنان وحبيب الناس كلها. ده حبيب الناس كلها، دي يعني كلمه بمليون كلمه بصراحه، ويمكن بمليارات الكلمات، لانه فعلا ما وجدتش اي حد من اللي قابلوه ولو مره واحده الا وكان يشكر فيه. التزامه ده بالمناسبه واحد من اهم العناوين اللي ممكن تتحط دايما على اسم سمير صبري، انا معاك 100%. بس خليني هنا هسألك انه يمكن كلنا نقدر نتكلم على مسيرته المهنيه، سواء اذا كان في الفن بشكله العام او في الاعلام بشكله الاكثر خصوصيه. قدرته على إعطاء المحبة دائما دي كانت بتبقى باينة حتى من خلال الشغل، لكن حضرتك كنت قريب منه مش بس حقيقي. في الشغل قريب، صديق قوي قوي حقيقي. هو كان عامل إزاي حياته، هو الشخص البني آدم الإنسان؟ الإنسان يومه كله أكتيفيتيز. يعني أنا عرفت الأستاذ سمير صبري في آخر 8 سنين في حياته، يعني عرفته هو كبير، ولكن وأنا عارفه هو كبير كان يومه منظم جدا. كان يومه بيبتدي الصبح بصلة الرحم، بيصحى الصبح يعدي على أولاد خالته مدام نيلي أنسي ومدام ليلى أنسي والأستاذ حسن أنسي ويفطر معاهم، بعد كده يروح نادي الجزيرة يلعب رياضة، وأنا معاه وإحنا ماشيين في نادي الجزيرة نقابل عمر خيرت نسجل معاه، نقابل مدام إيناس جوهر نسجل معاه، نقابل أستاذ سميرة أحمد، يعني بعد كده يروح المكتب، وبعد المكتب نعدي على الإذاعة، وبعد الإذاعة نبتدي نشوف حلقاتنا، وبعد كده سهرتنا بالليل مع الأصدقاء ومع الحبايب ونلعب كوتشينة. يمكن أنت لو أنت قريب منه والقريبين عارفين إن هو حريف بصرة، يعني أنا مش عايز أقول لك إن إحنا كنا الله يرحمه كان محب للحياة جدا، كنا بنلعب بصرة في غرف العناية المركزة. ياه تخيل قد ايه هو بيحب الحياه، وفي نفس الوقت اشهد بالله ان من يوم معرفته لحد وفاته لم يترك فرد. ده صحيح، يعني انا اعرف الكثير من الاصدقاء اللي اشتغلوا مع استاذ سمير من حوالي 40 سنه الكل يتحدث عن انه ملتزم باداء الفريضه في ميعادها. يعني دلوقتي الادام بيقدم بيسيب اي حاجه بيصور ايا كان، كنت لوحدي عارف ياخد بعضه يقوم يصلي وبظبطه على القبله، واني لوحدي عارف. يعني هقول لحضرتك حاجة، أنا اسكندراني وهو اسكندرانية، وكنا كتير بننزل يوم الجمعة مع بعض، ننزل اسكندرية لنا مسجد
نادي السيارات في اسكندريه في ميامي لازم نصلي فيه، في هنا بنصلي في الزمالك في عند جمعيه الكتاب والمؤلفين، يعني له مسجد كمان في كل مكان بيروح فيه. هقول لحضرتك حاجه غريبه جدا يا استاذ يوسف، ولن يعني يمكن ما حدش يصدقها، احنا كنا في مهرجان الجونه، وحضرتك عارف مهرجان الجونه ده مكان صعب قوي تلاقي مكان تصلي فيه الجمعه. صح كده؟ يعني اظن كنا مع مش بعض عارف. ورحنا سألنا على مسجد نصلي فيه الجمعة ما لقيناش، رحنا صلينا في المسجد اللي بيصلي فيه عمال الفندق اللي كنا نازلين فيه، فندق كبير 5 نجوم بس في مكان مصلى تحت، نزلنا صلينا مع العمال تحت صلاة الجمعة، وقعد يدور وما سكتش لما صلينا الجمعة، وكان معانا حتى الأستاذ محمد لطفي الممثل وابنه. بالصدفة يعني هما الاثنين اللي شفتهم بيدوروا على صلاة الجمعة في قلب مهرجان الجمعة. بصراحة الله. راجل خير، عمل خير كتير، كنت دايما معاه، واحنا مدام سميرة احمد رجلها بتوجعها يجري يجيب المرهم، خد طلعه لها، هي مش محتاجاه بس هو كان ده بيعمل كده. مدام نادية لطفي يلا بينا تعالى نزورها، مدام امال فهمي تعالى نروح لها المستشفى، مدام مديحة يسري يلا بينا نطمن عليها، وقلنا نلف طول النهار وطول النهار تليفونات على اصحابه، مين اللي تعبان ومين اللي محتاج دواء ومين اللي محتاج استشارة الدكتور ومين اللي محتاج وسط عشان يوصل للدكتور بسرعة ومين اللي محتاج، يعني شفت معاه خير كتير الله يرحمه. انسان عادي جدا، انسان بياكل اكل المصريين العادي جدا، وبيحب الفول وبيحب الطعميه وبيلعب كوتشينه بصره كل يوم، وبيقابل صحابه، انسان يومه كله اكتيفيتيز، يعني في متفاعل. سمير صبري يا استاذ يوسف رفض انه يعيش تمثال شمع الناس تتصور معاه في الشارع. سمير صبري كان بيسمع الحلقه كل يوم 3 الساعة 4 في العربيه عشان يسمع ردود الافعال في ساعتها، يفتح الشباك ويسمع راي الناس. الله يرحمه. هو كان تركيبه مختلفه الحقيقه، واظن تركيبته المختلفه دي كانت هي سر تميزه وتالقه الدائم حتى اللحظه الاخيره. الله يرحمه يا رب. انا عايز اشكرك جدا 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 زميلنا المخرج محمد تركي، الصديق المقرب بالمناسبه للفنان الكبير الراحل سمير صبري، واللي اشتغل معاه لمده 8 سنين تقريبا، 8 سنين او 7 سنين في البرنامج الاذاعي الشهير ذكرياتي.